هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب، أحاول أحكي فيه عن مشاعر الحبيب نوية ونتيجة هالعلاقة، يعني مستقبل العلاقة. رح أحكي بالتوازي كذلك عن مشاعرك أنت ونواياك، ورح أحكي عن العزاب، ناس عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم. أوكي، وكما عودتكم، ويعني كيف ما بقول كل مرة، على أنه هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وحاول أن تشوف يعني القراءة التي تنطبق عليك أكثر. إذا حسيت أن هذه القراءة لا تنطبق عليك، حاول تشوف البرج الشمسي أو القمري أو الطالع، لأنه أنا بنويهم على هالثلاث أبراج. أوكي، هذا كل شيء، ورح حاول نشوف شو رح يطلع لك يا برج العقرب. وما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي، تحطوا لي كومنت. برج العقرب نوفمبر، عم يطلع لي يا برج العقرب حاليا على انه طاقتك متعلق بشخص عم تحبه. هذا الانسان ممكن يكون برج مائي، بس عم شوف في تعلق من طرفك نحوه. كذلك ممكن يكون برج الحمل، عم تحبه لهذا الشخص، وفي تعلق كتير قوي. اوكي، نحو هذا الانسان. ممكن كذلك حتى طاقة الشريك عم شوفه على انه يمر من ازمة، ممكن تكون أزمة عائلية، بحس حاله أنه كتير تعبين، كتير تعبين، مش عنده قوة أنه يقف على رجليه. أوكي، ممكن حتى ممكن هذه الأزمة تكون سببها الوضع المادي. أوكي، كتير هذا الوضع عم يشغل باله بالوقت الحالي. أما مشاعرك نحو هذا الإنسان، عم شوفه يعني عم شوفك أنت يا برج العقرب، مشاعرك ممكن ما بتحكموا بعض، خاصة أنت يا برج العقرب عم شوفك في لحظة من الصمت، لحظة من التفكير، عم تفكر هل هذا الإنسان يناسبني؟ يعني هذا الوقت الذي يعني قضيته مع هذا الشخص كان يستحق أو لا؟ عم شوفك بالوقت الحالي عم تفكر كتير بالعلاقة، واخد وقت مع حالك، وعم تشوف هل العلاقة كانت تستحق انه تكون يعني يعني تستحق مني كل هذا التعب. اوكي، كذلك هو بيشوفك، خاصة اذا كنت امرأة يا برج العقرب، عم شوفه على انه بيشوفك يعني فتاة الاحلام اللي كان يتمناها بالسابق. اوكي، عم شوفك شخص كتير عنده القدرة على انه يحقق احلامه، وشخص كذلك يتميز بطاقة، في نوع من طاقتك عم تجذبه يا برج العقرب، في نوع من الغموض بشخصيتك بحسه جميل جدا. اوكي، كذلك عم شوف خاصة نحو يعني المشاعر او الاشياء السلبية اللي ما عم تحبها فيه. ممكن شخص، هذا الانسان شخص حساس زيادة، شخص حساس زيادة، هذا الانسان ممكن يكون برج الاسد. المهم يعني الطاقات اللي عم تطلع عندي، لانه انا بنسى كتير، برج العذراء، في برج الاسد، كذلك في برج الثور، هيدي كلها الطاقات اللي عم تطلع عندي، بس في الابراج الهوائيه، الابراج المائيه كذلك، حتى الناريه عم تطلع. اوكي، عم شوفك الاشياء اللي ما عم تحبها فيها، لان هالانسان اوقات بتحسه كأنه طفل، كأنه مش انسان ناضج جدا، منه هيك شخصية عندها نضوج فكري عالي. اوقات
بحسه ساذج اكثر. اوكي، بس على كل إن انت بتحسه انه شخص لطيف. اوكي، كذلك بتحب فيه انه مقدام، انه بياخد حقه بايده. شخصية قوية، يعني عنده اهداف كتير بحياته وبيحاول يحققها. اوكي، هيدا الاشياء اللي عم تطلع عندي، وخاصة انت نظرتك نحو هذا الانسان. اشياء اللي ما بيحبها هو فيك، ممكن بحسك غامض، شخص غامض، او ايد انت بحسك شخص اذا عمل لك ابسط الاشياء بتنتقم منه، بتحاول انه تفرجي انه انت منك شخص سهل، وانه انا شخص قوي. ممكن انت بتكون صليط اللسان، خاصة لما يجرحك هذا الانسان. اوكي، عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي بحبها فيك، بحب فيك على انه انت انسان غامض كذلك، على انه انت انسان غير متوقع، ردات فعلك غير متوقعة، او ايه انت بتغير بشكل بحبه، شكل بحس حاله انه يعني هو محط الاهتمام كتير، بحس انه حاله يعني انت شخصية نادرة الحصول، بحس هيك حاله. اوكي، انا عم طلع خاصة للنساء، عم شوف يعني للرجال، يعني بشوفك على انه انت شخصية، بشوفك على انه انت شخصية كما كان يحلم فيها بعقليته. اوكي، شو نيتك نحو هذا الشخص؟ عم شوفك على انه كأنه أنت خسرت هذه العلاقة حاليا، في افتراق وفي انفصال أنت والشريك. أوكي، عم نشوف على أنه العلاقة استمرت طويلا، وكنتوا عم تحلموا تأسبات. أوكي، بس عم نشوف في خسارة، كأنه بتشوف على أنه هذه العلاقة انتهيت بعد وقت طويل. هو كذلك عم يحس على أنه كل شيء خسره، ممكن كذلك لهذا الشيء هو تعبان، عم يفكر على انه كتير اشياء خسرها بهذا الوقت. ممكن كذلك خسر حتى الوضع المادي، ما صار عنده جيد. اوكي، ممكن هذا سبب عدم استمرار حتى العلاقة. ممكن انت يا برج العقرب كنت عم تريد تأسيس او ترسيم العلاقة اكثر، بس شريك حصل له مشكل مادي او اي مشكل. انا عم شوف في مشاكل خاصة بالوضع المادي، خلاه انه ما يتحقق هذا الحلم، وما تصير وما يعني يجي على البيت ويخطبك. اوكي، كذلك عم شوف هل في رجعة او في يعني ما مستقبل العلاقة. نشوف المستقبل العلاقة جيد جدا، اذا كنتم مفترقين وكان السبب الوضع المادي، عم نشوف انه الوضع المادي سيتحسن ورح ترجع لبعض، وانه احلامكم رح تتحقق. حتى السبب او حتى المشكل بالعائلة، اذا عنده مشكل عائلي، عم نشوفه رح يتحل حل ان شاء الله. اوكي، عم نشوف في عودة للشريك. اوكي، وعم نشوف حتى الموضوع المادي او الموضوع اللي عم يعني العائلي سيتصلح ان شاء الله. اما للناس العزاب اللي بينتظروا قدوم شخص، عم نشوف في عودة شخص من الماضي، مش شخص جديد، عودة شخص من الماضي، خاصة اذا كان برجو اسد او برجو تور. عم شوف ممكن عودة، بس بعد كلام رح تقوله انت، خاصة انت يا برج العقرب، رح تحكي اللي بقلبك، ورح تحكي اي شيء يعني كان بقلبك. اوكي، او جرحك هذا الشخص. كتير عم شوف انه في طاقة يعني رح تصرح باشياء كانت عم تؤلمك يا برج العقرب.
خاصة للعزاب. أنا مشوفش عودة شخص من الماضي رح يطلب منك إنه تعود له، لأنه عم شوفه بحبك هذا الإنسان. نصيحة خاصة للعزاب، عم شوف إنه هذا يعني جيد جدا، إنه رح ترجع الأمور لمجاريها. عم شوف إنه الحب سينتصر، خاصة للناس اللي عزيب. هذه العلاقة لم تمت بعد، بس عم شوفها رح ترجع ترجع أحسن من قبل. وكيف في عودة وفي انتصار وفي بداية جديدة رح تكون إن شاء الله. نصائح لبرج العقرب. أوكي. حلوة. في نيو مون بروميس، يعني انه كل الوعود اللي وعدك هذا الشخص رح تتحقق، وانه في بداية جديدة ان شاء الله رح تكون لإلك يا برج العقرب. اذا عم تتمنى انه يرجع لك هذا الشخص وانه يوفي بوعده، عم شوفه رح تتحسن الاوضاع ورح يرجع لك، وراح تكون الاوضاع جيدة جدا. اوكي. كمان هون بيقول لك انه فوكس، يعني حدد اولوياتك بالحياة، وراح يعني راح تأتيك المساعدة والموتيفيشن، يعني والتشجيع. اوكي. كمان عم شوف انه بيقول لك انه بتعرف شو بتعمل بس ثق في نفسك واعمل شو بتشوفه صح. اوكي. حتى لو تأخرت الأشياء رح تكون بالوقت المناسب. هذه الأوراق كتير جميلة جدا، وعلى أنه كأنه نصيحة لإلك، على أنه رح تتحقق الوعود اللي انحكت لإلك يا برج العقرب. كمان هون بيقول لك أنه بس حاول أنه تحدد أولوياتك بالحياة، إذا كان هذا الشخص هو الشخص اللي عم تشوفه مناسب لحياتك، حدد أولوياتك وحاول أن تشوف ده شخص مناسب. وخاصة أنت عم تشوفك بطاقة التفكير العميق يا برج العقرب، حاول أنه تحدد أولوياتك وتشوف هذا الشخص مناسب أو لا، لأنه عم تشوف أنه في مساعدة من السماء رح تكون إن شاء الله. كمان هون بيقول لك انه انت تعرف ماذا يجب عليك ان تعمل، فقط ثق بنفسك وقم بالاشياء اللي بدك اياها. هذا كل شيء يا برج العقرب. اتمنى ان تكون هذه القراءه ساعدتك ولو شوي، كشفت لك ولو اشياء بسيطه، وبتمنى لكم كل الخير والمسرات يا